عايز اقول ان احنا النهارده بنفتتح مشروع مهم جدا، مشروع تطوير ميدان المؤسسه. الحقيقه يعني ده يعني شمعه جديده بنضيئها. الحقيقه في تحديات كتير، احنا بنتكلم دايما كتير على التحديات، ان مصر عندها تحديات كبيره في قطاعات كبيره، لكن احنا مصممين ان شاء الله باذن الله في هذه المشروعات كمان. احنا كنا من يومين كنا بنفتتح مستشفى الطوارئ القصر العيني النهارده في ميدان المؤسسه. التطوير اللي حصل ده، الناس اللي عايشه على الطريق ده عارفه كويس قوي قيمه التطوير اللي حصل في مدى زمني. الحقيقه انا بعتبره انجاز، يعني من الانجازات الكبيره جدا اللي هتحصل للحكومه الحاليه والحقوقه والحقيقه. والحقيقه هو بدا مع حكومه المنصب ريم محلب كمان الاولى، وللامانه وللتاريخ بدا كمان مع حكومه المهندس، مع حكومه الدكتور حازم الدبلاوي لما كان مهندس ريم محلب كان وزير الاسكان، وتم الاتفاق على سرعه انجاز تطوير ميدان المؤسسه. اعتقد حركه السير، مش بس حركه السير يعني السهوله المروريه، لكن تطوير المنطقه بشكل كبير. فاعتقد يعني احنا عايزين كل يوم نقول ان في امل، ان شاء الله بكره احسن، اللي جاي احسن، ان شاء الله بنتجاوز. لكن عمليه توفير التمويل اليست مشكله اقتصاديه؟ دي من الحاجات اللي هي اللي تحسب الحقيقه الحكومه. انت حضراتكم تفتكروا ان احنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت عن الخطه العاجله وضخ اعتمادات اضافيه، وكنا بنتكلم على حوالي 30 مليار جنيه اعتمادات اضافيه. واحده من المشروعات هو كان تطوير ميدان المؤسسه، بتكلف يعني ما يقرب من 30 مليون جنيه. هذه الاعمال اللي موجوده اللي احنا بنفتتحها النهارده.